طلعتكم هون انتو شفتكم كتر خير ومنيح عطلوا على المطاعم وهذا على الصحة يعني هاي منيحة انه عم بعملوها كتر خير انا لا انا ما بحب اكل برا اوفر كمان لانه اوفر لي لانه انا مرة لوحدي ما عندي ولد ما عندي رجال ما عندي حدا انا قاعدة بالبيت بطبخ لحالي باكل لحالي لانه كلفني برا الصحن باكله انا ثلاث ايام اللي دا اطبخه بطبخه باكل بتنجاني بطبخها مسقعة باكلها ثلاث مرات بعملها مسقعة مع حمص باكلها ثلاث ايام اربعة ايام لا باكلها الظهر عشية شقفة خبزة وجبنة يعني عم نقصقص حالنا حتى نقدر نعيش الحياة وكمان ما رح يكفينا رح يصير مثل هدول المشردين بالشوارع ورح ننام بالشوارع كمان وهيك بدها الدولة وهيك بدهم يعني بس عايب عايب نحن بلاد برا يعني لو يطلعوا على بلاد برا مثلي أنا مثلي كتير لأن بتضمنهم الدولة بتعطيهم معاش بتأمن لهم بيت بتأمن لهم معيشتهم شيخوخة ضمان طبابة حكمة كل شيء بتأمن لهم هون نحن ما في شيء يعني حرام عم ياخذوا الضرائب على وين لوين عم ياخذوها لوين حرامية عم يسرقوها أنا بظهر بروح على الصلاة بروح على الصلاة أحسن ما أروح على مطارع بروح على الصلاة ما في دفع بروح أنا ما في دفع مسرح هذا ما بدك تدفعي وين ما رحتي بدك تدفعي بس الصلاة ما فيه تروحي بتصلي بتكسبي صلاة بلكي ربنا بهديهم هدول الشياطين العنا بلكي الله بهديهم يعني ما بروح لأنه ما فيه وين مصاري بده مصاري بدك دخولية تدخلي انا باكل فيها باكل فيها هذه حالتي وهذه انا بدي اتقبل كل شيء من ربنا بدي اتقبله بس الشيء اللي من الدوله ربنا ما مقبول منه ابدا يعني ربنا بده يجازيهم لسه بده يجيهم يوم بده يجازيهم هلا نحن ايماننا بالله بس انهم ما كانوا يستحوا يعني ما عم بستحوا انا بعمل اكلي طيب اكيد بحط بالفريزر اكيد بتقسميها هيك قسم قسم بتحطيها بالفريزر بتنزلي تاكلي الملاكه كسروا لي ايدي بدهم بالبيت رحت هاي اول مره بفوت على عمليه بيعملوا لي عمليه بحطوا لي سيخين اجى ضربني وزتني بالارض وسفقني كفوف وسبني وشتمني وعمل لي وما بتعرفي شو عمل فيي ما بتعرفي انا قدرت الله هلا انا واقفه عم بحكي معي يعني ايه هلا رافع دعوة عليه من سنتين يعني ونص ايه بده البيت هو من زمان بده البيت مش هلا يعني وقت الاجارة هو صلى سنتين و يعني لحزيران سلي ثلاث سنين بده يا ده يفتحه هو قاعد هيك وانا هيك وفي بيت هيك بده يفتحوا مع بعض انا من سنة الستين قديم أجار قديم ما بقدر يقلعني بس عم بعذبوني عذبوني كتير من التسعين لهلا ها ريبطة شو بدي أضربه أنا بقدر أضربه 75 سنة عمري بقدر على رجال قد ما كان كبير قوي ما عندي حدا عندي الله وعندي مثل حسينكم الله أنا متكلة على الله وعم بضربني وما عم بحكي تما يزيد عليه علي يعني كسر لي ايدي رحت على المخفر وهذا قالوا ده يحبسوه عنده واسطه ما انحبس يعني مبين الشغله انه في واسطه بس هلا المحكمه صار ثلاث جلسات بيأجلوني وما بعملوا محكمه هلا لنشوف ب 14 ايار في جلسه لنشوف بدها تصير ولا لا الله كبير اكيد انا ايماني بالله الله كبير اكيد كلمه اليوم الله كبير 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 أكبر من كلنا هاي حقيقة يعني أكبر من الكل ما في أكبر منه مرسي وينعاد عليك مرسي وعليك كمان